الشانل دي عن الفيبنج او التبخير الالكتروني، فلو انت اصلا مش مدخن يشرفني مرورك من باب العلم بالشيء، ويا ريت بلاش تجرب. اما لو انت مدخن وحابب تعرف اكتر عن الفيب كوسيلة فعالة للامتناع عن التدخين، احب افكرك ان انت المسؤول الاول والاخير عن اي حاجة هتجربها، مع مراعاة السن الرسمي المسموح به للتدخين في بلدك. السلام عليكم، معاكم اتش في الفيديو ده، بالاضافة الى الكلمتين اللي احنا لسه سامعينهم دلوقتي. الفيديو ده معمول لكل بني ادم قرر ان هو يستخدم المخ او العقل اللي ربنا ادهوله. طبعا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا وخلق في راس كل واحد فينا مخ، بس للأسف في ناس قررت ان هي ما تستخدمش المخ ده. صراحة فيديو لا كان على البال ولا على الخاطر، ولا كنت مرتب له، ولا كنت مفكر اساسا ان انا ممكن اعمل فيديو النهاردة. الحقيقة انا كنت نايم الصراحة، فوجئت بمكالمات جايالي ورسائل الحق الحق، فحبيت افهم ايه القصة. يعني لقيت الصراحة ناس، يعني انا بشكرهم على تجاوبهم. الناس دي اتقسمت لفئتين، الفئة الاولانية بتستفسر مني بيقولولي هو ايه اللي بيحصل، ايه الموضوع ده. الفئة التانية بيحذروني بيقولولي الحق نفسك قبل ما تدخل في حيطة. حملة ممنهجة ظهرت الأيام اللي فاتت لمحاربة الفيب. ليه؟ لصالح مين؟ على حساب مين؟ كل الكلام ده مش بتاعي. والصراحة أنا شايف إن هي شأنها شأن أي فقاعة بتظهر فجأة هتاخد اليومين بتوعها وبالسلامة هتتقلب، مش هتاخد أكتر من كده، لأنها مش مستندة على أي أساس علمي. صحيفة أو صحيفتين معرفش هما مين ولا هما إيه، نشروا خبر إنه بناء على دراسات اتعملت في مش عارف فين، إن الفيب بيجيب وبيجيب وبيجيب وبيجيب. والحقيقة أنا مش هلوم على الناس اللي نشرت الخبر ده، لأن معروفة، إحنا شفنا الأيام اللي فاتت أمة لا إله إلا الله عمالة بتنشر في اخبار من هنا ومن هنا ومن هنا، ومحدش فاهم حاجه، اهو كله بيدوس على شير وزرار الشير ببلاش. انما انت بتشير ايه؟ اللي انت بتشيره ده هيخدم مين وهيضر مين؟ كل الكلام ده الناس بتدوس شير وخلاص. وبعدين انا الوم عليهم ازاي؟ ده واحد بينشر خبر رسمي نازل في جريده، يعني انت كنت بتنشر حاجات ما انتش عارف جايبها منين. انما الغريب، او انا هلوم على القنوات او الصحف اللي نشرت الخبر من غير ما تتعب نفسها ولو لحظه واحده ان هي تدور على اي مستند او دليل او اساس علمي لصحة الخبر. عموما الحمد لله صحيفة الجارديان ردت على الكلام ده رد شافي ووافي جدا. يعني لو بصينا على الخبر هنا هيلاقيهم بيقولوا ان النيكوتين في السجائر الالكترونية ممكن يتحول الى مواد كيماوية ضارة بحمض الدي ان اي، وانه التجارب اللي اتعملت على الفيران وضحت حاجة زي كده، ولكن بيقولوا ان النتائج بالنسبة للبشر تختلف تماما. لما نيجي نقرأ تفاصيل الخبر هنلاقي في حقائق كتير جوه رد الجارديان على الأخبار اللي انتشرت، وبيقولوا بمنتهى الوضوح والصراحة إنه النتائج على الابحاث اللي بتتعمل دلوقتي لا يمكن تظهر في الوقت الحالي. بيقولوا ان ده مؤشر من المؤشرات الخاطئة اللي ممكن يكون من سببه ان هو يثني الناس اللي كانت عايزة تتحول من السموكينج او من التدخين للفيبينج، واللي ده في حد ذاته كان هيحقق فايدة كبيرة جدا بالنسبة ليهم، لانه بناء على الدراسات والابحاث اللي اجريت لقت انه الفيبينج بيمثل فقط 5% من اخطار التدخين. واضافوا الى ان تدخين التبغ بيحتوي على الالاف من المواد الكيماوية اللي فيهم على الاقل 70 مادة معروف عنها والدراسات اثبتت ان هي بتسبب السرطان. طبعا بالاضافة الى رد اكتر من طبيب واكتر من باحث علمي في مراكز بحوث السرطان في الولايات المتحدة، بيقولوا ان تدخين السجائر الالكترونية او الفيبينج ضرره اقل بكتير جدا من التدخين العادي. طبعا الخبر بتاع صحيفة الجارديان انا هحط لكم الرابط بتاعه في الديسكريبشن بتاع الفيديو، هو بالانجليش، ولكن ما اسهل اخونا جوجل ان هو يحل الموضوع ده، وفي لمحة بصر هتلاقي ان الكلام بقى بالعربي. ياريت نقرأ التقرير بتاع صحيفة الجارديان لاخره، هم في المقدمة فوق حاطين الخبر المغلوط اللي اتنشر، وبعدين هم حاطين ردهم عليه بناء على اساس علمي وبناء على ابحاث وبناء على اطباء وبناء على حاجات كتير قوي هم حاطينها. طبعا في الاول وفي الاخر انا مش دكتور، ولا الخبر ده انا اللي جايبه، ولا الخبر ده انا اللي جايبه، انا انسان ربنا اداني مخ هنا بحاول ان انا استخدمه. فلما استخدمته لقيت ان في ناس بتنشر خبر بدون اي دليل، وفي صحيفة اسمها ذا جارديان كتبت كلام عكس كده خالص وبالدليل. ففي الحالة اللي زي دي انا شغلت مخي وقارنت
ده وده، صحيفة معرفش اسمها ايه ولا بتاعت مين ولا ايه وضعها في الحياة نشرت خبر بدون دليل، وصحيفة عالمية زي الجارديان البريطانية ردت على هذا الخبر بالدليل. مخك فين؟ حدد انت عايز تعمل ايه. وده يرجعنا لنقطة مهمة جدا، اللي هو الكلام اللي احنا بنقوله في مقدمة كل فيديو، ان احنا ما بنجيبش بني ادم ما بيشربش اي حاجة وبنقول له خد الفيب ده حلو اطلاقا. احنا بنجيب واحد اصلا مدخن سجاير او شيشة وبنقول له لو سمحت وقف ده وخد ده. فلو احنا النهاردة هنتكلم عن مادة النيكوتين في حد ذاتها، انا ما قلتش ان هي مفيدة للصحة، ما قلتش ان هي بونبوني، ما قلتش ان هي فيتامين. فعشان كده ما بجيبش واحد ما بيدخنش واقول له خد اتفضل مادة النيكوتين دي هتفيد جسمك، لا اطلاقا. انا بحاول بس اخرجه من مصيبة لحاجة اقل ضررا بكتير، مش هقول ان هي ما فيهاش ضرر بس اقل ضررا بكتير. الخلاصة تقدر تقرأ ده، تقدر تقرأ ده، تقدر تصدق ده، تقدر تصدق ده. اعمل اللي انت شايفه صح بناء على اللي مخك هيقولك عليه. لو انت واحد من الناس اللي كنت في يوم من الايام مدخن سجاير او شيشة وبطلت السجاير او الشيشة ورحت للفيب، لو انت حسيت بتحسن في صحتك اعتقد ان العقل بيقول انك تكمل في الفيب. اما لو في اي وقت حسيت ان السجاير بتجيب زبادي والفيب بيجيب سرطان، اعمل اللي انت شايفه صح. احنا النهاردة عمالين نسمع في اخبار عمالة تتنشر ان الفيب بيجيب وبيجيب وبيجيب، ده على اعتبار ان السجاير كانت بتجيب مهلبية. لو انت في اي وقت شايف ان السجاير بالنسبة لك بناء على دليل علمي انت شفته بنفسك ومسكته في ايدك اقل ضررا من الفيب، فيش اي حاجة في العالم هتمنعك انك ترمي الفيب ده في الزبالة تكسره وترجع للسجاير تاني. اما بقى الناس الكبيرة العقلة الحلوة الجميلة اللي نشرت خبر من غير ما يكون له اي مرجعية علمية، ربنا يعينكم علينا ويعيننا عليكم. احنا مطلوب مننا كبشر النهاردة في سنة 2018 ان لما يجي اي حد يديك اي حاجة يقولك دي كويسة او دي وحشة، سهل جدا انك تتأكد اذا كانت كويسة ولا اذا كانت وحشة، بس تتأكد من مصدر موثوق منه. لما تحب تعرف اكتر عن شيء معين ياريت انك ترجع لمصادر موثوق فيها، مش لفلان قال وفلان عاد وفلان شير وفيديو فلان بعته ومش عارف مين قال ايه ومين بعت ايه، ما ينفعش الكلام ده. لو في اي وقت حسيت ان السجاير مفيدة لصحتك او اقل ضررا من الفيب، مفيش اي حاجة تمنعك انك ترجع لها. ده جسمك ودي صحتك وده مخك، وكل واحد يعرف هو بيعمل ايه. بس وفي الاول وفي الاخر الدراسة دي كلها معمولة على النيكوتين، محدش قال النيكوتين مادة مفيدة، محدش قال ان هي حاجة حلوة للصحة او حاجة حلوة للجسم، لا دي حاجة انت بنفسك اللي ادمنتها من قبل كده من ايام ما كنت بتشرب سجاير وشيشة. فلو هي مضرة احنا دلوقتي بنحاول ان احنا نجنبك الالف ضرر التانيين اللي جنب ضرر النيكوتين نفسه، ما انت كده كده واخده، سواء واخده في الفيب او واخده في السجاير. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك، لو حسيت انك استفدت وحابب تفيد غيرك برضو ما تنساش تعمل شير. لو مهتم انك تعرف اكتر وتشوف اكتر من النوعية دي من الفيديوز ما تنساش وانت خارج تدوس سبسكرايب. دايما في الديسكريبشن بتاع الفيديو هتلاقوا فيه لينكس وروابط مفيدة لحاجات كتير، ناس بتبيع، ناس بتشتري، ناس بتعمل صيانة، بتصلح، ياريت تبصوا عليها. اشكركم، اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي ان شاء الله، ويلا نلحق نفسنا. وكفاية شير لو سمحتوا لحاجات انتوا ما انتوش عارفين هي جاية منين.